مساء الخير، مرحبا بكم من جديد في ناس نسمة. مواصلين معكم ونستقبلوا ضيفنا في الدوزيام بارتي من ناس نسمة، شكري بالعيد الأمين العام الحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والقيادي في الجبهة الشعبية. مساء الخير أستاذ شكري، مرحبا بك. مواصل معنا يوسف الوسلاتي، رئيس تحرير آخر خبر الأسبوعية. من جديد مرحبا بك يوسف. يظهر لي فما تطورات في موضوع استقالة النائبة النهضوية، يظهر لي النهضة خرجت بيان في الموضوع ونرجع له شوية آخر. مقبل ندوة صحفية اليوم لشكري بالعيد الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، رجع فيها خاصة لأحداث العنف اللي تعرض لها الحزب آخر الجمعة اللي فاتت في اجتماع سياسي ليه في الكيف طارق الخضراوي. عنده أكثر تفاصيل. بعد الاعتداء اللي تعرض له حزب الوطنيين الديمقراطيين بالكاف، شكري بالعيد الناطق الرسمي باسم الوطن يقول في المؤتمر الصحفي اللي عقده اليوم انه الاعتداء اللي تعرضه الحزب يندرج في سياق هجمة منظمة تحركها قيادة حركة النهضة حسب تعبيره، ويقول انه اللي صار بالكاف هو تواصل الاعتداءات على الاجتماعات وعلى الاحزاب على المنظمات على الجمعيات وعلى الشخصيات، وهو اللي يدعم حسب رايه عزم حركة النهضة وحكومتها على دفع البلاد نحو العنف والفوضى وضرب السلم المدني. شكري بالعيد يقول أن العنف اللي ظهر في المدة الأخرى هو عنف ممنهج تقف وراه بالأساس حركة النهضة عبر روابط حماية الثورة، ويوضح أنه هالروابط هي تجمع الأشخاص من ذوي السوابق الإجرامية، ويتوجه بميساج للحكومة ويقول أن العنف خط أحمر وهو ضد الثورة ضد الشعب وضد الوطن. شكري بالعيد أعلن عن تنظيم أيام احتجاجية ضد العنف وضد الفوضى وضد الميليشيات وضد الإرهاب، لأنه حسب تعبيره تونس في خطر والمسار الانتقالي والحريات وحتى المواطنين الكلهم في خطر. وفي حديثه عن الوضع العام اللي تمر به البلاد يقول النطق الرسمي باسم الوطن أنه الوضع الحالي عالي الخطورة، والحل حسب رأيه في تفعيل مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل وفتح الحوار وتحديد رزنامة المواعيد القادمة. شكري بالعيد، باش نحكيو في التفاصيل اللي جا في ندوتك الصحفيه اليوم وفي اخر اخبار الحزب والجبهه الشعبيه. مقبل شنو اللي صار في الكاف تحديدا لو كان ذكرنا به؟ بغايه الايجاز اللي صار في الكاف انه عملنا تجمع عام شعبي بمناسبه عقد مؤتمر الحزب الجهوي في الكاف، وكان اجتماع شعبي غطت وسائل الاعلام المرئيه والمسموعه والمكتوبه، وكان حضور جماهيري كبير. دخلت فيه كل مكونات المجتمع المدني في الكاف، ودخلت أنا في اختتامه بتدخل طويل. أنا كملت بالضبط موجه التحايا النهائية، ومجموعة هجمت تضرب لدخل القاعة، ما كناش نتوقعوا ما كناش نتصورهم يجرؤوا عامة وفي الكاف خاصة. تصدى لهم شباب الحزب، خرجوهم خارج القاعة، الأمن كان حاضر وساكت ما تكلمش خارج القاعة، خرجوا بدأوا يضربوا بالحجر الواجهة متاع دار الثقافة دقدقوها الكل، وشباب ايضا سعى القاء القبض على بعض منهم باش يسلمهم للامن. تحت الضرب نتاع الحجر جرحونا بعض الرفاق والامن يتفرج. من بعد ما تفرطوا ومشاو وقت دخل الامن اللي تم ما خديناش بجديه في الاول، رغم انه نهار الجمعه بعض العناصر النهضويه اتصلوا بعض مناضلين ومناضلاتنا وقالوا لهم ماكمش باش تعملوا مؤتمركم. باين بعد تواصل المؤتمر كاملا وأنجز أشغاله بشكل عادي. نهار السبت هذاك نهار اللي فيه العنف في محاصرة إذاعة توازيس أفهم، قبله بنهار الهجوم اللي فيه الأستاذ أحمد نجيب الشابي، نهار الجمعة اللي قبل لفوندردي وقع مهاجمة اجتماع الجمهوري اللي أشرفت عليه الأستاذة مايا أجريبي، نهار السبت أيضا محاولة حرقان مقر نداء تونس في اللاك، ايضا نهار الاحد محاوله حرق مقر ايضا نداء تونس في يعني هجوم على تهفت الامور شويه الاتحاد الوطني للمراه. تهفت الامور شويه شكري بالعيد، وجمعه ساعات تتعدى لاباس، ودرا قداش من ميتينغ ما نسمعوا حتى يمكن حتى خبر على هجوم من هنا ولا هجوم من غادي، وجمعه تكل بعضها. هو مش جمعه نجموا نعملوا عدينا شهر وشهر ونص ما فما حتى عنف وما تظهرش الميليشيات هذه. هذا هو علاش الخطر، علاش قلنا انها ما هياش مجرد عمليه مربوطه هكا بمجموعه صغيره، لا، تخطيط مركزي في ولايات مختلفه تجاه قوى مختلفه. شو اللي خلى الجمعه هذه بالذات رجعت مثلا؟
مثلا والله قريت انت البيان الختامي المجلس الشورى نتاع حركه النهضه. أي. بيان واضح، بيان ختامي يتبنى فيه ذوكم العصابات الاجراميه اللي اغتال التونسي اللي هو سيد لطفي في النقطه اللي طالب فيها برفع المظلمه، هو يقول على مظلمه يعني لما يسبحوا مجموعه اجراميه تمارس الاغتيال السياسي واجمع التوانسه يقول على ذلك، ما فيهم السيد الرجل الغنوشي في المده الاولانيه وحب يمشي يعزي غير الاهالي رفضوه، بعد يصبحوا هذو مظلومين في حادثه لطفي نقل هذا، اي تولي فضيحه يعني، هذايا ضوء اخضر رسمي للاعتداء. اثنين ان نربطوا بحوايج اخرى اكثر، هو شوف في كل لحظه وفي كل مناسبه الحكومه تعيش ازمه خانقه او باش تتخذ قرارات غير شعبيه كما الترفيع في الاسعار ونحن ازائها، او حركه النهضه تعيش ازمه ونحن في عز ازمه حركه النهضه ودخلها واطراف داخلها تتقاتل وتتناحر اليوم، وهذا اصبح محل علني الناس كل في بالها به، الا ويقع الهروب نحو العنف. شكون وراه؟ انا في تقديري جناح في حركه النهضه. وانت يوسف الوسلاتي شنو في تقديري؟ هو بالفعل يعني موجه العنف تقترن كل مره بازمه سياسيه او بتحول في المواقف، ونعرف في الاسبوع الاخير وصلت مشكله التحوير الوزاري الى منتهاها، واصبحت البلاد باسرها تعيش على كابوس التحوير الوزاري، وكان لابد وكانه كان لابد من لفت الانتباه الى شيء اخر، وكذلك هناك وهذه ربما هي الاخطر، وكان هناك سعي الى معاقبه الاطراف السياسيه الاخرى التي ربما سواء كان لم تشارك في الحكومة أو هي ربما كذلك تقف موقف مريح مما يحدث في علاقة بالتحوير الوزاري. لكن تتفق مع بالعيد يقول لك هذه أمور ممنهجة منظمة، جمعة تغيب وجمعة لي، فما شكون وراها الحكاية هذه الكل؟ هي في السياسة ليست هناك صدفة، وحينما نعلم أن رابطات حماية الثورة هي هيكل منظم، معناها لديه قيادة ولديه معناها فروع جهوية وهيئات وتتحرك معناها بصورة منظمة، وإذا كان إذا ما بادرت بالعنف وبصورة موازية وبصورة أيضا معناها في عديد الجهات في نفس الوقت، فهناك فهذا معناه وأن هناك توجه كامل وممنهج لخلق وضعية جديدة ولخلق معناها كما يقال مودوردر جديد في الحياة السياسية. شكري بالعيد كان لك كلام. ملاحظة صغيرة في النقطة هذه، الممارسات نتاع الميليشي هذه ماهيش روابط، هما عناصر نهضويه وبعض خريجي سجون، يعني اللي قاد العمليه في الكاف عن صحيح عنده لحيه ما كان خريج سجون نتاع بيع الخمر خلسة، يعني فهمتي، ولا مجرمين وجابوهم كار من خارج الولايه. انا في تقديري العمليه هذه ماهيش ضد بعض الاحزاب، لا هي ضد بعض الاحزاب او كل الاحزاب وضد الحكومه وضد حمادي جبالي. يعني نهارت اللي عمل لك العقد مع الحكومه الصباح الميليشيا هبطت العشيه ضربت الاتحاد العام التونسي للشغل، والسيد راجل غنوشي زكاها ودعمها في ندوه صحفيه في تصريحات واضحه. اللي صار اليوم كل ما يصير خطوات من هذا القبيل الا واللي عنده الفلسه وينزل عليها هو بيدو ينزل عليها باش يحركها. اليوم ثم البلاد ولت رهينة صراعات حركه النهضه الداخليه، ولينا كلنا رهينتها، يعني العنف هو الخيار عند جناح لإغراق البلد في الفوضى ودفعها نحو المجهول، أما يثبت نفسه ويحل إرادته محل الجميع بالعنف وإلا يا جماعة راو لحل تلربطت. مع هذا شكري بالعيد رئيس الجمهورية البارح كان توجه بكلمة للشعب التونسي طمن فيها توانس، أنت كان علي عندك كلام اليوم في ندوتك الصحفية على رئيس الجمهورية، الرئيس قال رغم أن الوضع صعيب لأنه هذه هي الأزمة الخلاقة سماها هو، وقال لن أستقيل قبل الانتخابات الجاية في رسالة طمأنة للناس اللي كانت تسأل مرزوقي باش يستقيل مش باش يستقيل، فما منها حكاية كانت ثم ناس تسال على الاستقاله وعدمها. على الاستقاله انا جو بونس با ما نتصورش انه الطمأنه غادي، التوانسه في حاجه لطمأنه في حاجه اخرى. التوانسه كانوا في حاجه لمن يطمئنهم على مستقبل اولادهم وعلى عيشهم وعلى لقمه عيشهم وعلى خبزتهم وعلى جيبهم وعلى شهريتهم وعلى صحتهم. كانوا يحبوا رئيس الجمهوريه المؤقت اللي ما عنده صلاحيات كبيره، اما كان عنده موقع اعتباري، كان ينجم يكون داعي حقيقي للحوار الوطني وللتوافق، كان ينجم يكون صوت العالي ضد العنف، كان ينجم يكون الصوت الأعلى ضد حالة الاستقرار، كان يكون صوت الحكمة والتوازن في هذا المسار. أما الحديث على الأزمة الخلاقة، ذكرنا بالفوضى الخلاقة اللي نعيشه أثارها الآن،
وسمعت كلام بصراحة لا يطمئن اللي قاله السيد رئيس الجمهورية المؤقت البارح، عنصر توتير في الوضع وإقلاق أكثر. يعني إذا توتر بالنسبة لك ما طمنش طبعا، وقت تجي تحكي أنت البلاد تستنى في خريطة طريق باش تعرف وقتاش تخرج من النفق، تحب تواريخ محددة، ويحكي على مرحلة انتقالية تنجم تدوم 70 سنة وعشر سنين، ويقول شبيهم هما على عامين، يعني شنو نكملوا 3-4 سنين أخرين حتى يتمان. التوانسة في حاجة جدول زمني محدد باش يتمانوا البلاد بكلها. روكي نقول لك لما هذايا شوف الأساس التالي، البلاد الآن في حاجة للأمن والاستقرار الهدوء، هذايا ما نجم يتوفر إلا إذا كان ثم خرط طريق واضح، إلا إذا كان ثم إجراءات فورية عاجلة ذات طابع اقتصادي واجتماعي يتعلق بالتوانسة، كل التوانسة مش إنه خب اللي عايشة في بحبوحة، الزوالي والمواطن البسيط، الناس اللي في الجهات، هذايا يحفز على الاستثمار، هذا يخلي الصناعي ويخلي أصحاب المؤسسات يستثمروا، يخلي العمال يكتحوا، يخلي السياح يجوك، يخلي صورة البلاد تتحسن، وصورة البلاد تتحسن هذا كرصيد ورأس مال يمكن استثماره وتسويقه. هذايا الخطاب متاع البارح ما مشاش في الاتجاه هذا لسوء الحظ، وأنا أحبط وكنت نتوقع أنه الدكتور منصف المرزوقي يأخذ الأمور من زاوية أخرى أكثر إيجابية، لكن يمكن زاد فما دعوة لرئيس الجمهورية بصفة مباشرة ولا غير مباشرة للحوار هذا بينكم كأطراف سياسية، الناس اللي معاه والناس اللي ضده يعني توا هكا بغير مباشرة. توا رئيس الجمهورية يا رسول الله بلاد في أزمة خانق الناس كل تقول ثم أزمة، هو قال ثم أزمة، ثم أزمة كيفاش تحل؟ وأنت مطالب اليوم بالحوار طبعا بلاد. نحن طلبنا، ولذلك كنا في الجبهة الشعبية ألحينا إلحاحا على ضرورة تفعيل مبادرة الاتحاد. الحوار كان مع مبادرة الاتحاد، ما نجمش كون بحاجة قلنا نفعلوا مبادرة الاتحاد، وقل الرئيس الجمهورية المؤقت دعا للحوار، الناطق الرسمي باسم الجبهة رفيقي حمل همامي باسمنا رسميا وجمعيا قال نحن رانا مع الحوار. بالعكس ونعطيك معطى، نحن الطرف الوحيد الجبهة الشعبية اللي قدمنا ورقة عمل مكتوبة، نحن حابين الناس كل تقدم مشاريع مكتوبة باش التوانسة يعرفوا، باش الإعلام يسلط رقابته على جدية الناس في تعاملها مع المشاكل الحقيقية للتوانسة. لذلك نحن مع الحوار وما عندناش خيار، على خاطر شنو غير الحوار؟ الفوضى والعنف. شنو غير الحوار؟ هو تحطيم هذا البيت الجميل اللي اسمه تونس. شنو غير الحوار؟ انه التونسي يضرب التونسي وهذا مرفوض. الحوار هو قدرنا اليوم نقوم بلادنا. في حديث على الحوار، فما شكون بدا يقترح في فكره انه حوار وطني يكون تحت قبه المجلس الوطني التاسيسي باشراف رئيس المجلس الوطني التاسيسي مصطفى بن جعفر، يلمكم الناس الكل، يلم الاطراف السياسيه الكل. هل الجبهه الشعبيه شكري بالعيد الوطد الموحد ينجموا يمشيوا في المقترح هذا؟ شوف نحن كل إطار يسهل الحوار بين التوانسة نحن معه، هذا واحد. اثنين، هات نلوجوا على حالة فعالة، نحبوا ننجحوا بالحوار ولا نحكيه، راهو الحوار يتطلب إطار ومناخ ويمشي في اتجاه نتائج. لذلك وقلي قلنا نحن مبادرة الاتحاد، علاش؟ لأن مبادرة السيد مصطفى بن جعفر تصبح جزء من عملية، الجزء ما يغطيش على الكل، الكل هو اللي أوسع مشاركة للتوانسة، على خاطر في المجلس التأسيسي ثم أحزاب مش موجودة في المجلس، إيش نعمل هذه كنقصيوها في المجلس التأسيسي، المنظمات والجمعيات الكبيرة غير موجودة. تنجم تعمل حوار وطني بدون اتحاد شغل وبدون اتحاد العراف وبدون اتحاد المرأة وبدون اتحاد الفلاحين وبدون الرابطة التونسية لفتح حقوق الإنسان وبدون الهيئة الوطنية للمحامين وبدون النقابة الوطنية للصحفيين. اليوم راهو حوار وطني ماهوش نتاع حزب بركة، على هذاك نحن مع الحوار اللي دعاله الاتحاد واللي يحتوي فيه في مبادرته مبادرة الدكتور مصطفى بن جعفر. نحن طلاب حوار ونحبوه على قاعدة التالية. شنو هو حوار؟ شنحبوا منه؟ نحبوا منه نخرج ببرنامج حد أدنى الآن مباشر لإدارة ما تبقى مرحلة الانتقالية باش نوصلوا لبر الأمان، باش نعملوا انتخابات عامة حرة شفافة ديمقراطية تبقى المعايير الدولية. نحبوا نتوافقوا على إجراءات فورية تهم التوانسة، تم صحتهم وتعليمهم وضعهم المعاشي، لأنه يا ناس فايقين أن التوانسة تهرى ووضعهم فايقين بالأسعار اللي ولت نار ما عادش لاحقين عليها يتشوى بها، فايقين بالزيادات المعلنة وغير المعلنة كل يوم، فايقين بأنه الناس ولت تختنقد، فايقين أنه الطبقة الوسطى ما عادش ثم سي ما عادش تو ما عادش عندنا. اذا كيف كون فايقين بهذم؟ خلينا نمشيو باش ننقذوا البلاد ونحطوا ايدينا في ايدين بعض. واضح سيدي يوسف الوسلاتي، هل سياسيين التوانسه مع كلام شكري بالعيد مع الصراعات اللي بيناتهم يقول البعض كوتو تيغي يقولوا الفرنسيس، معناها ناقصه كان يمكن سكاكن ساعات يعني باش تعوض حده الخطاب السياسي الموجود بيناتهم،
ناس بالمواقف هذه نجموا يتحاوروا مع بعضهم، يقعدوا على طاولة متاع حوار. ثم كلمة أنا أعتقد في جيت في خطاب الرئيس المؤقت بالأمس، وأعتقد أنها صحيحة إلى حد كبير، وهو اللي قال فيها وأنه لديه ثقة في الطبقة السياسية اللي ما مشيتش ربما بالصراع إلى أقصى، وهي صحيح، لأنه رغم كل الخلافات والتجاذبات اللي صار الآن، الجسم السياسي بصورة عامة سليم، بدليل أن وقت اللي يصير عنف أغلب الناس تندد به بما في ذلك حتى اللي نعرفه أنها تحرك فيه، لأنها غير قادرة على أن تصدح بمواقفها المشينة للعمل السياسي. هذا من جهة، بالتالي الطبقة السياسية هي سليمة وجيدة في هذا المجال. النقطة الثانية وهي أنه المجلس التأسيسي يكون الإطار، هذا ما نعتقدش أنه أنا نقولها على مسؤوليتي، ما نعتقدش أنه هذا أمر مجدي، لأنه المجلس التأسيسي هو جزء من المشكلة. أيوة. المسؤول على تعطيل الدستور بدرجة أولى هو المجلس التأسيسي، حتى أنه رئيس الحكومة المؤقتة توجه له باللوم في هذا المجال على وثم كذلك التقييم تاع أداء الحكومة والأزمة الخانقة اللي تعيش فيها البلاد في جزء كبير منها تعود إلى البطء الموجود في المجلس التأسيسي. الحاجة الثالثة، المجلس التأسيسي التوانسة ما عادش عندهم ثقة في المجلس التأسيسي. أنا إحنا حكينا اليوم مش فقط النائبة هذيك اللي مصدومة من المجلس التأسيسي، التوانسة بصورة عادية في الشارع بالنسبة لهم المجلس التأسيسي هذا كارثة حقيقية صارت على البلاد، فولكلور سياسي وناس تضحك على ذقون الشعب. شفناهم معنا زعامي يناقشوا في الفلوس اللي جاية اليوم، هما رئيس المجلس التأسيسي ما يعرفش حتى واحد تو شنو يخلص، هذا هل هذا مجلس؟ معناها حتى المنح نتاعهم معناها ما يفيقوا بها الناس كانت نهار اللي تتنشر في المجلس التأسيسي، هل هذا هو المجلس اللي باش يقود حوار وباش يقود التوانسة إلى بر الأمان؟ هذا جزء من المشكل المجلس التأسيسي، وبالتالي اعتقادي أنه إذا كان ثم جدية ما السيد مصطفى بن جعفر راهو حتى ثقة الناس فيه راهو ثم استطلاعات رأي يجب أن يقرأها السيد رئيس المجلس التأسيسي وأن يقيم نفسه بصورة جدية، لانه اللي صاير في المجلس عار على تونس وعار على الثوره. هي هذيك السلطه المنتخبه الشرعيه اكبر سلطه موجوده في البلاد اللي تحكم. اي متفاهمين، احنا لا نناقش هذا، لا ملا قلنا لا باش نعوضوهم، اما هنات كبيره في الاداء نتاعو، ومش ممكن ننتظروا انه الحل باش يجي منه هو، اللهم اذا يصلح نفسه. اولا لابد انه يتوجه الى كتابه الدستور راسا. ماهوش الى حد الان واحنا مازلنا واحلين معناها في في في, في مقدمته. اثنين معناها اضافه الى ذلك يجب يكون ثم جديه في انه المجلس هذا يورينا انه جدي، مثلا في الرقابه على عمل الحكومه. اعطيني تو المجلس التاسيسي فاش يعمل في المجال هذا. المجلس التاسيسي معناها نقولها مشلك المجلس التاسيسي. ثم وزير ينجم يجي قدام المجلس التاسيسي اللي المفروض يحاسبه، ثم المجلس التاسيسي يحاسب في واحد هو. هاي تصير في كوارث البلاد، هاي على حدودنا ماشيين المالي وماشيين الغيره، ثم المجلس التأسيسي تحرك في يوم من الايام وعيط الوزراء يجاو هنا واعطونا تفسير لشبابنا اللي قاعد يموت في مالي، اش معناها عندنا 12 واحد؟ اش معناها ان احنا ولينا محركين اول نتاع الارهاب؟ اش معناها عندنا 400 واحد في سوريا؟ اش معناها شبابنا ماشي الى هناك؟ وين المجلس التأسيسي؟ واضح، شكري بالعيد. والله الكلام اللي كان يقول فيه سي يوسف انا سمعته من السيد لاج الغنوشي والسيد منصف المرزوقي في مجالس خاص ما يحبوش يقولوا للناس البرة، يعني في نقاش في لقاء خاص هذا الكلام وفي حوار بيناتنا قال الكلام هذا، وكلهم اقروا انه مصداقية المجلس التأسيسي اهتزت وتمست برشا. لذلك شوف الهدف النبيل يولي يخلينا ما عادش نمشيو كالالتواءات. إذا كان اليوم ثم ناس عندها شعور حقيقي بأن البلاد في أزمة ويلزمنا نمدوا يدينا الناس الكل نتعاونوا، يولي أي إطار ينجزلنا المهمة هذه مرحبا به. الإطار هذا يدعو الاتحاد لأنه مش طرف النزاع السياسي، مش طرف الخصومة السياسية، لكن معني بالشأن الوطني. الرابطة التونسية ليست طرف لكنها معنية بالشأن الوطني، المحامين كذلك. إذا تعالوا إلى كلمة سواء، إجا نحكيو. إجا نقعدوا نحكي وقدموا مقترحاتكم وتصوراتكم وحلولكم، وخلي التوانسة يعرفوا، وخلي الإعلام اللي هو السلطة الرابعة على خاطره هو سلطة رقابة، خاطر هو يحل العينين، هو اللي عم بروجيكتور، هو اللي يكشف الأمور للتوانسة الكل، خلي يعرفوا حقيقة الأمر. إذا كان ثم الإرادة هذه والعزيمة هذه أنا متأكد باش نلقوا حلول بسرعة قصوى، لأنه الذكاء التونسي وعبقرية التونسية وفتنة التوانسة ما تسمح لناش ما تسمع حتى حد انه يعبث بالثوابت الكبرى. لذلك هات نتناقشوا وانا نتصور انه وقتها نتقدموا، اما وقت ثم ناس ما عندهاش رغبه في الحوار وتحب تعرقل تولي كل مره تطلع لك بتلعه، مره انا راني مع الحوار اما فلان ما يحضرش.
ما عادش حوار هذا. ومرة أخرى أنا مع الحوار، أما أنا نحدد جدول الأعمال، ما عادش حوار هذا. كي نمشوا لقبة المجلس التأسيسي تولي غلب، تولي هزاني دين، تولي برلمان ويوي، ما عادش حوار. فلذلك الإطار الأسلم الأوسع اللي سندوه التوانسة الكل هو مبادرة الاتحاد الواجب تفعيلها. ولكن مع هذا الكل وشكري بالعيد، يقولوا البعض أنه الأزمة في نهاية المطاف والمشاكل مخدمتكم مليح في الجبهة الشعبية، ثالث قوة سياسية في البلاد حسب آخر سبر آراء. إذا صارت انتخابات اليوم، التوانسة اللي تم استجوابها مثلا عن طريق تخواسي تيود يقولوا نيدي تونس في المرتبة الأولى بفارق ضئيل على حركة النهضة، و جبهة الشعبية تجي في المرتبة الثالثة، مساعدتكم الأزمة في البلاد؟ والله ما هيش مساعدتنا، لأنه الجبهة الشعبية قوية ببرامجها وبمقترحاتها وبمناضلاتها وبعملها الميداني وبقدرتها التعبوية. واثنين، نحن ما نعيشوش بالأزمات، نحن بديل حقيقي. وثلاثة، إذا كان البلاد تنقض وتقف على ساقيها مش لازم تربح الجبهة الشعبية، ما عندناش مشكلة. المهم اليوم الخروج ببلادنا من أزمتها. نحن لا نستثمر في الأزمة، نحن جينا جواب على الأزمة. ونعطيك علاش، نحن كنا مشتتين ومقسمين، لذلك قوى الثورة المضادة انتصرت في الانتخابات 23 أكتوبر، وهي فين وصلت بينا. نحن وعينا الدرس، قلنا باش ناقفوا لبلادنا وناقفوا لناسنا وناقفوا لأهلنا وناقفوا للزوالي وناقفوا للجهات المحرومة وناقفوا للبطالة وناقفوا لأصحاب المؤسسات واللي حولوهم الرهائن وناقفوا للخدامة وللأجراء، يلزمنا نتوحدوا. وعملنا جبهة، جبهة شعبية، وعطينا لها أرضيتها، ما التقيناش حول مصالح، ما تقسمناش غنائم، ما قلناش اعطونا وزاره. لكن جوستو انت يظهر لي من الاحزاب والجبهه من الاطراف السياسيه يظهر لي ما حكيوش معاكم اصلا في تحرير الجزائري. يظهر لي صلحني كاني غالب. لا حتى تصلح لي. يا سيدي احفاد ساقيهم باش يدخلوكم في الحكومه. هما يحكيوا امامو جانبين عاد بتعرفهم كيف تعاطوا، هما يبعث لك جانبين، هذا عضو هيئه التنفيذيه لحركه النهضه، وهذا عضو المكتب السياسي، ويطيبوك يشوفوا كان قبلت بمنطق اللعبه انك تتعامل مع البلاد كغنيمه وتحب بايتك وخذ حقيبه ولا زوج ولا ثلاثه بصفه غير مباشره ادخلوا في الحكومه. وعملوا لنا كيما عملوا للتحالف الديمقراطي، ومشاو اتصلوا جانبين بعض المناضلين وعرضوا عليهم وزارات، لكن وقت لقاو الصد والمنع. نحن شنو كان اجابه الجبهه الشعبيه؟ ما نجموش يخترقوها. كان اجابتها واحده، نحن حاشتنا برنامج الانقاذ الوطني، حاشتنا برنامج الخروج بتونس من ازمتها، وما عندناش مشكله بعد. وقت لقاو انه نحن مشكلتنا هو التونسي والزوالي، مش اجى خذ بايتك. وقت راونا ما نتعاملوش مع تونس كعكه نقسموها. تونس ماهيش كعكه بالكل. واضح سيدي. اذا مازال كيوصلني، شكرا لك شكري بالعيد، مازال كيوصلني البلاغ الاعلامي نتاع حركه النهضه في موضوع استقاله النائبه فاطمه عطيه في حوارها مع اخر خبر. باش ناخذ من عندك تعقيب سريع يوسف الوسلاتي، البيان صادر على رئيس كتله حركه النهضه السحبي عتيق، اهم النقاط اللي جات فيه يقول لا صحه لوجود استقاله رسميه للاخت فاطمه عطيه من كتله حركه النهضه للمجلس، وطالما بقيت في المجلس التاسيسي فانها ستبقى ضمن كتلة حركة النهضة. يقول تعتبر الأخت فاطمة عطية أن ما ورد من تصريحات وقع فيه مبالغة وتحريف وإخراج من السياق، ولم تكن تقصد الكثير مما نسب إليها. ويقول أخيرا أن هذا التوضيح صدر بالاتفاق بينها وبين رئيس الكتلة الأمضاء رئيس كتلة حركة النهضة الصحبي عتيق. تفضل سيدي. بعجالة شديدة جدا، أولا السيد الصحبي عتيق لم يكن هو مصدر الإعلان على معلومة استقالته، ما علنش ولا ذلك، وبالتالي ما هوش مؤهل اليوم باش يقول أنها رجعت للكتلة. والمفروض اللي يعلن على ذا هي نفسها، وهذه المرأة لم تعلن إلى حد الآن، وناخذ الكلام هذا مبدئيا نحن نصدقه في ذلك، ولكن الحقيقة اللي عبر على هذا الأمر هي المعنية بالأمر. أنا تحدثت مع السيدة هذه النائبة المحترمة، تحدثت معها بعد صدور الحوار، وكما قلت لك كانت موافقة على مختلف على 99% مما جاء فيه بخلاف نقطة وحيدة وأنا وضحناها. النقطة الثانية اللي نحب نأكد عليها أنه من المفروض أنه الموقع الرسمي لحركة النهضة والصفحات التابعة له هي مدينة لآخر خبر بالاعتذار، والسيد الصحبي عتيق تعامل مع الإعلام كما قلت بلا مسؤولية هو كذلك، باعتبار أنه دخلنا في عملية تشويه وتشويش على مقال كان المفروض يتعامل معه بطريقة مسؤولة
وعكس ذلك هو الذي فعله السيد صاحبي عتيق. يوسف الوساتي رئيس تحرير آخر خبر، شكرا لك على حضورك معنا. سي شكري بالعيد الأمين العام الحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد القيادي في الجبهة الشعبية، الشكر لك على حضورك معنا الليلة في ناس نسمة. شكرا لكم أنتم على متابعة ناس نسمة اليوم اكسبسيونيلمون لجنيول دي مغرب، باش يجيوكم بعد لحظات وإحنا ملتقانا معكم غدوة في المباشر 7 متاع العشية. صباح الخير.